خليني ابدا بقصه المعسكر. طبعا الفرقه هتكمل ان شاء الله باذن الله بعد عودتها مره تانية للتدريبات، وهنتابع معاكم تدريبه النهارده. يمكن شفنا الشوط الاول منها لقطه اكرم توفيق، لكن هروح للتتش نتابع مع حضراتكم لقطات كده من التمرين. كل لعيبه الاهلي شاركت باستثناء طاهر اعتقد مع يعني دكتور تامر ابو العينين حاطط له برنامج تاهيلي عشان هو عنده التواء بسيط كده في في في, في كاحل القدم، فما شاركش في التدريبه وما خضعش للقياسات امبارح. ياسر طبعا الف سلامه على كابتن ياسر ابراهيم، عمل عمليه بسيطه كده في بطن رجله فبالتالي برده مش هيشارك، لكن ان شاء الله الاثنين هيكونوا مع الفريق في معسكره في النمسا اللي هيستمر ان شاء الله. اعتقد الفرقه هتسافر 28، المعسكر يستمر اليوم 6 باذن الله 6 سبتمبر، وبعدها هيكون الرجوع لمصر بقى ان شاء الله. الدوليين هيروحوا مع المنتخب الوطني، عندنا مباراه اخر محطات المنتخب الوطني في تصفيات امم افريقيا هتكون يوم 8 مع اثيوبيا هنا في القاهره، وبعدها هيكمل معسكر المنتخب لمباراه تونس يوم 12/9. امام طبعا في ظهور لي في تمرينة النادي الاهلي النهارده، اكرم توفيق، كريم فؤاد، متولي، كهربا ده اعتقد اللي مدينا ظهره، كل لعيبه الاهلي مشاركه زي ما قلت لحضراتكم باستثناء، لا ده مش كهربا ده كريم ندفد. طبعا نتمنى التوفيق للجهاز الجديد او الاضافات، يعني الجهاز مش جديد لكن طبعا في تغييرات. دكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي، كابتن خالد بيبو مدير كوره، يعني اتمنى التوفيق للجهاز في مهمته الصعبه والاستثنائيه، موسم يمكن يكون من الصعب تكراره مره ثانيه. فزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله الفرقه ترجع يوم 6 من النمسا، الدوليين هيروحوا لمنتخب مصر الوطني يلعبوا المباراه الرسميه.